أكد مساعد مدير أمن القاهرة اللواء نائل ثروت أكد أن جميع مديريات الأمن بالمحافظات بدأت في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه على مستوى القاهرة تمت إزالة تعديات على 280 فدانا في منطقة التبين، فضلا عن 36 ألف متر في حلوان، بالإضافة إلى المعادي والبساتين والمقطم. على مستوى مديرية أمن القاهرة بالكامل، المديرية كلها شغالة في الإزالة على أملاك الدولة. النهاردة عندنا في قطاع الجنوب إزالات بتتم في منطقة التبين، داخلين النهاردة في حوالي 280 فدان منطقة التبين والحديد والصلب. عندنا إزالات شغالة في حلوان حوالي 36 ألف متر في منطقة اسمها المثلث. في مناطق أخرى في المعادي عندنا شغال البساتين المقطم والخليفة.